ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم جبريل, how are you? This is our plan inshallah for this month. We'll continue rising Surah At-Tahrim and we'll finish it inshallah this month. We'll memorize inshallah from ayah 8. Okay, let's start reading. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum يغفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. جبريل كبير إن شاء الله. This is our plan. See you inshallah next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.